احنا الان يعني في اطار دراسات يعني كثيفه اللي كتهم سيستم دانفورماسيون لي فينونس يعني التشغيل لو فونكسيونمون وكذلك لي ريسورس هومان لانه اهم حاجه لانه حنا علاش خصنا راه اللي فورمينا ما قدش واخا ندوبليو ما قادينش علاش لان عندنا منافسه دوليه الان الدول الكبرى بلا ما نذكرها كلها عندها واحد الكوطا ديال لي ميدسان اللي جا تاخذوا بلي سالير ديالهم اللي هما في الخارج وحنا سمحوا لي كنقولوا للمسؤولين قالوا لهم الا بغيتوا لا مان دوفر وداك الشيء ما كاين مشكل يعني المغاربه غادي يبغوا يشتغلوا ولكن المهندسين ديالنا والاطباء خلوهم المغاربه باش يشتغلوا الا بغينا هاد المجتمع ديالنا يزيد لقدام ويزيد للامام فهاد الشيء زعما انا قلته حتى في المانيا فاش يعني كان بعض اللقاءات مع المسؤولين الكبار بانه نحن في حاجه يعني الى الاطباء ديالنا وداك الشيء علاش بغينا نحسنوا المردوديه ديالهم وبغينا نحسنوا الامكانيات ديالهم ما غنوصلوش لذاك الشيء ديال اوروبا لانه ولا امريكا ولا كندا لانه خيالي ولكن مهما كان انه غادي يكون تحسن والعيشه في بلادنا احسن من العيشه يعني في الخارج.